قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الند هو النظير والشبيه والمثيل، يحبونهم كحب الله. في هذه الجملة قولان لأهل العلم، فقال بعضهم: يحبونهم كحب الله، أن الكفار يحبون الله عز وجل ويحبون معه أصنامهم. وقال آخرون أن هؤلاء الكفار يحبون آلهتهم فقط دون أن يشركوا معها محبة الله. ولذا قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ينبني في معنى هذه الآية ينبني عليها ما سبق، فيكون معنى والذين آمنوا أشد حبا لله على الرأي الأول أن معنى قوله والذين آمنوا أشد حبا لله أن محبة المؤمنين خالصة، وأن محبة هؤلاء لله عز وجل ليست خالصة. القول الثاني أن هؤلاء الكفار يحبون آلهتهم في السراء، أما في الضراء فإنهم يتبرؤون منها. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، حتى قيل إن العاصفة إذا حلت بهم رموا بأصنامهم في البحر والتجأوا إلى الله عز وجل. فهم يحبون أصنامهم في حالة السراء دون حالة الضراء. أما المؤمنون فإنهم يحبون الله عز وجل في جميع الأحوال في السراء والضراء.